السلام عليكم، انا محمد من قناة ايفوي ونعود اليكم مجددا مع ملخص اخبار الاسبوع يوم الجمعة بتاريخ 13/9/2019. والخبر الرئيسي اللي عندنا لهذا الاسبوع هو الاعلان الرسمي عن مشروع ريزدنت ايفل القادم المعروف باسم بروجكت ريزيستنس. ومثل ما كنا متوقعين، اللعبة بتكون عبارة عن 4 اشخاص ضد واحد، والاربع اشخاص هذا عندهم وقت ولازم يعدون المرحلة قبل ما الشخص اللي ضدهم يفوز عليهم. طبعا كل شخصية من هذه الشخصيات عندها قدرات مختلفة، فعندك شخصية التانك اللي يقلل دمج العدو، وشخصية الهيلر اللي يرفع الصحة عند المتضررين في فريقه، وشخصية عندها الدمج أكثر من غيرها، وأخيرا الهاكر واللي شغلته إنه يعطل الكاميرات، تفهمونها بعدين. من جهة ثانية، الأربع لاعبين بيواجهون لاعب آخر معروف باسم ماستر مايند. شغلته الرئيسية إنه يوزع الأعداء بشكل استراتيجي باستخدام الكاميرات الموجودة، وطبعا يقدر يتحكم بمستر إكس لو افتقدت يعني. ثاني خبر عندنا لهذا الأسبوع هو الموضوع اللي أعتقد أغلبكم سمع عنه مع اعلان NBA 2K 2020، واللخبطه اللي صارت جراء هذا الاعلان. واللي ما يعرف الموضوع، 2K قامت بادراج القمار بشكل رسمي في لعبتهم الاخيره اللي هي 2K 2020. نحن متعودين من سلسله NBA 2K وجود المايكرو ترانزاكشن، وهذا مو بشيء حديث اصلا على السلسله، اذكر انه كان موجود في 2015 في الاوفلاين. لكن المشكله الرئيسيه حاليا هي ان 2K قررت انها تغير نظام اللوت بوكس والمايكرو ترانزاكشن الى قمار حرفيا. يعني بتشوف مكاين القمار وغيرها من الأشياء اللي تشوفها في القمار بس بتشوفها موجودة في اللعبة هذه بكل صراحة. والمشكلة ان تقييم اللعبة اصلا 3 سنوات وفوق، يعني كيف سووها بالاساس؟ يعني اي طفل يقدر يشتري هذه اللعبة ويلعبها بدون اي مشاكل قانونيا. في نفس هذه الفترة طلع تقرير من جانب الحكومة البريطانية بعد الدراسة اللي سووها على المايكرو ترانزاكشن واللوتس والاشياء المختلفة، تكلمنا عن هذا الموضوع في الفيديو اللي بتحصلونه في علامة التعجب. بس خلاصة الموضوع ان التقرير هذا يحذر من اللوت بوكس والاشياء هذه، وانها وجه من اوجه مختلفة للقمار. وجودها في الألعاب معناه أن جهات التقييم العمري لازم ترفع من تقييم هذا الألعاب. الموضوع باختصار كبر بشكل واضح جدا في بريطانيا، وشكلها 2K بتدخل في مسائلة قانونية قريبا. عموما خلنا ننتقل للأخبار السريعة. استوديو بايوير يؤكد مجددا التزامه بدعم لعبة أنثم، ويعمل حاليا على وضع خطة لإصلاح مشاكل اللعبة وتحسينها. كما أكد الاستوديو بأن الجزء الرابع من سلسلة دراجون إيج في مرحلة ما قبل التطوير، وما زال يتقدم بشكل جيد. نينتندو تقوم بتسجيل براءة اختراع تمكنها من تطوير جهاز جويكون قابل للطي. كان في فكرة عند لاعبين فولاوت 76 واللي هي وضع ثلاجة في اللعبة علشان تقلل من فرص تعفن الأكل بنسبة 50%، وفريق باثيزدا أعجب بالفكرة وبدأ بتطبيقها. والآن صرت تقدر تشتري الثلاجة وتحطها في الكامب الخاص فيك باللعبة، لكن المشكلة إنك لازم تدفع $7 علشان تشتريها. كالعادة باثيزدا تصلح شيء وتخرب شيء. يوبيسوفت تؤكد بأنها سعيدة بتوجه أساسن كريد الحالي، ولن ترجع أبدا للتركيز على الأسلوب الخطي في لعبة أساسن كريد. أنا ما بتكلم عن الموضوع، ممكن تشيك على الفيديو الموجود في علامة التعجب. خلاص أنا تعبت. ياكوزا 7 قادم للغرب في 2020. كنترول ستحصل على توسعتين جديدة، واحدة منها قادمة في ديسمبر هذه السنة، وخدمة أبل أركيد تنطلق في 19 سبتمبر بشكل رسمي وبمبلغ $4.99، وبنسوي لها مراجعة إن شاء الله في القناة. وهذا الأسبوع عندنا عدد من الإشاعات، أولها تقول بأن جهاز بلاي ستيشن 5 واكس بوكس القادمين يتطلبون اتصال دائم بالانترنت. هالشيء مستنبط من كلام احد المطورين من شركة EA منبع المشاكل، واللي قال بان الاتصال الدائم بيساعدهم في حل عدد من المشاكل وبيحسن تجربة اللاعبين. ما ادري كيف يعني. بالنسبة لي اعتقد ان هالإشاعة كلام فاضي، ولا اعتقد ان في شركة تستجرأ تسويها في هذا الجيل. ارجع لموضوع اكس بوكس 1، بس ما ادري، ننتظر ونشوف شو اللي بيصير. ودي حتى اسمع رايك في التعليقات، فبيه شاركنا برايك. والإشاعة الثانية مجددا عن عمل كابكوم على لعبة بلاي ستيشن أول ستارز، وهذه المرة الإشاعة تتضمن معلومات حول أن اللعبة بتنزل على بلاي ستيشن 5 وبتضم شخصيات مثل ألوي وكراش بانديكوت وإيلي وجيل فالنتاين وشخصيات أخرى، حتى من ضمنهم كريتوس الأخير. والآن إلى أهم إصدارات هذا الأسبوع.
وهذا اللي كان عندنا في هذا الفيديو. يعطيكم العافية ونراكم على خير في فيديو ثاني. في أمان الله.